نهضر على واحد الموضوع اللي شغل الرأي العام، واحد الظاهرة شفناها بزاف الأيام الأخيرة، هي أن الإقبال الكبير على المنتوجات الغذائية. اللي بغيت نقول لكم وجيت اليوم باش نطمنكم أن المنتوجات الفلاحية غتبقى مستمرة طول هاد المدة اللي احنا كنعيشوها وطول هاد الأزمة اللي حنايا فيها، حيتاش اللي معروف على البلاد ديالنا هي بلد فلاحية الحمد لله. وبغيتكم تطمئنوا ونكون واحد الاستهلاك ديال هاد المواد هادي طبيعي بحال الحياة ديالنا العادية، وما نخافوش، والحمد لله كاينة واحد الوفرة في هاد المواد هادي اللي غادي تكفينا طول هاد المدة هادي إن شاء الله اللي احنا عايشينها حتى نتجاوزوا هاد الأزمة. واللي بغيت نقول لكم هي ندعموا الفلاح ديالنا باش تكون واحد الاستمرارية، وباش نكونوا يد واحدة ونتعاونوا في هاد الظروف هادي. حاجة أخيرة اللي بغيت نتطرق لها هي عافاكم بصفة عافاكم. أنا ماشي أول وحدة ولا آخر وحدة غادي تقول لكم هاد الهضرة هادي، ولكن اللي بغيت أننا نكونوا يد واحدة ونتعاونوا باش نتجاوزوا هاد الأزمة هادي، حيتاش حنا كندوزوا في واحد الظروف اللي صعيبة بزاف، وخاصنا نتجاوزوها وغنتجاوزوها كاملين بينا مع بعضياتنا، حيت حنا المغاربة الحمد لله قويين. الحمد لله حنا بدينا الإجراءات ديالنا على بكري، وإن شاء الله غادي يكون واحد تحسن. غير هي بقاو في ديوركم، خذوا الاحتياطات ديالكم. الواحد اللي خاصو يخرج إلا الضرورة ديالو ياخذ الاحتياطات ديالو باش كاملين نتجاوزوا هاد الأزمة